أهلا بكم. من يقف وراء اغتيال الأطباء في ديالة؟ أي دولة هذه وأية سلطة لا تحقق الأمن لكفاءات البلد العلمية لتضيع دماؤهم وتزهق أرواحهم؟ من له المصلحة في استهداف الأطباء والكفاءات العلمية بالقتل في محافظة ديالة وباقي المدن العراقية؟ لماذا التجاهل الحكومي لمرتكبي الجرائم؟ كيف يفلت المجرمون من العقاب بشكل مستمر؟ ومن الذي يحمي هؤلاء القتلة؟ يرى مراقبون للشأن العراقي أن عودة الاستقرار للمناطق المنكوبة لن يتحقق من غير انسحاب للميليشيات المسلحة منها وإغلاق مكاتبها الاقتصادية، حيث تعمل على فرض الهيمنة والنفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية بالقوة وبالسلاح المنفلت عبر تمويل نفسها بالإتاوات والهيمنة على المشاريع الكبيرة والثروات. نضع تحت الضوء مشاهدين الكرام أسباب وما وراء اغتيال أطباء ديالة، ومنهم مؤخرا الطبيب أحمد طلال المدفعي، واستهداف الكفاءات العلمية في العراق، وجذور سلسلة الاستهدافات هذه ومآلاتها وتداعياتها ومن يقف وراءها. سيكون معي في حلقة اليوم كل من الأستاذ دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو. أهلا بك دكتور. وأيضا السيد محمود الجاف، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي من العراق. أستاذ محمود مرحبا بك. حياك الله وبارك الله فيك. إذا نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، تفضلوا والبقاء معنا. غياب الأمن وانتشار السلاح المنفلت والإفلات من العقاب في ظل إحكام قبضة الميليشيات على السلطة جعل من العراق ساحة مفتوحة للاغتيالات التي لم تتوقف منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني عام 2003 على أيدي الميليشيات والعصابات المأجورة التي تنفذ أجندات الأحزاب المرتبطة بإيران. العراق بشكل عام يعاني من سطوة الميليشيات الطائفية والأحزاب الفاسدة التي اغتالت الناشطين من ثوار تشرين وغيبت الآلاف من أهالي الصقلاوية وصلاح الدين والموصل وبغداد وحزامها وجرف الصغر وغيرها من المدن المنكوبة، إلا أن محافظة ديالة كان لها النصيب الأوفر من الاغتيالات والمجازر كمجزرة جامع سارية ومجزرة قرية نهر الإمام ومجزرة تشيايلة التي تعد نموذجا لما يجري ضد العراقيين من جرائم الميليشيات بتواطؤ حكومي. بحسب مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري الذي دعا إلى ضرورة حل الميليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المناطق التي تسيطر عليها وترتكب فيها الجرائم. لم تجف دماء مجزرة تشيايلة بعد حتى أصبح أهل ديالة على جريمة جديدة بإطلاق النار على الطبيب الاستشاري المختص بأمراض القلب أحمد طلال المدفعي وسط معقوبة مركز محافظة ديالة، ما أسفر عن مقتله في الحال. مصادر في ديالة ذكرت أن الميليشيات بدأت تساوم الأطباء على حياتهم وتخيرهم بين الموت أو العمل بالمجمعات الطبية التابعة لها وممارسة ضغوط نفسية وتهديدات على الأطباء وغيرهم من أصحاب الكفاءات فضلا عن بقية السكان. نقابة الأطباء قررت إغلاق العيادات الخاصة تنديداً بعمليات استهداف الكوادر الطبية في البلاد، فيما أكد نقيب الأطباء في ديالة مرتضى الخزرجي تكرار حوادث خطف الأطباء في ديالة فضلاً عن عمليات قتل وترهيب تتعرض له الكوادر الصحية في المحافظة، مطالباً رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني ووزراءه بالحضور إلى ديالة ومتابعة ما يجري فيها من فوضاً وانهيار أمني على أرض الواقع، داعياً مسؤولي المحافظة إلى ترك مناصبهم بسبب عجزهم عن إدارة شؤون ديالة. يومية طبيب منخطف، يومية قتل، يومية تهديد. عمي ما تريدون نعوف المحافظة؟ خلي يجي رئيس وزراء، خلي يجيب وزراء هنا يجتمع، خلي يشوف ديالة صاير بيها. اللي ما يدبرها خلي يطلع، اللي ما يعرف يدير المحافظة خلي يطلع عمي. بدورها أكدت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب غياب دور الدولة في ملاحقة المجرمين في ديالة، وهو ما تسبب بتكرار الانتهاكات في المحافظة. أبدأ معك دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي. جريمة اغتيال الطبيب مؤخرا، إلى أي مدى تمثل جريمة الاغتيال المؤسسة الصحية بالكامل في العراق وكذلك المؤسسة التعليمية؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم جميعا. أنا أعتقد أن هذه الجريمة هي
ليست الجريمة الأولى في العراق، نحن نتحدث عن اغتيال مئات العقول العراقية العلمية والفكرية والأدبية، وبالتالي اغتيال الدكتور أحمد طلال يعني هو واحد من يعني مئات الكفاءات العراقية الذين استهدفوا بعد العام 2003. معلوم أن الدول التي تريد أن تحصن نفسها وأن تبني يعني حضارتها وأن تحصن الجيل يعني تعمل على ترصين التعليم، وبالتالي دعم القطاعات مهمة وفي مقدمتها الطب على اعتبار له علاقة بجسم الإنسان وبصحة الإنسان وبالتالي على قدرة الإنسان على البناء والعطاء. الإنسان المريض لا يمكنه أن يعطي ولا يمكنه أن يبذل، والإنسان الصاحي السليم هو الذي يمكن أن يبني الوطن وأن يقود المجتمع. وبالتالي حينما يستهدف الأطباء، وهنا أتحدث عن جزء من شريحة الكفاءات العراقية، هذا إرهاب للمجتمع وليس إرهاب لفرد واحد. لأننا على سبيل المثال الطبيب أحمد طلال هو كان من التخصصات النادرة في ديالة بمجال القلبية، وبالتالي حينما نأتي ونغتال مثل هكذا شخصية لأسباب مختلفة يعني سنتطرق لها لاحقا، هذا يعني أنك ضربت عموم المجتمع في محافظة ديالة، لأن هذا الطبيب ليس شركة يعني خاصة وإنما هو عقلية عامة، عقلية تقدم الخدمات للمجتمع في ديالة. فمن يأتي ويغتال مثل هكذا عقلية هو اغتال غالبية مرضى القلبية في ديالة. إذن نحن أمام مخطط غير عبثي، مخطط مدروس يراد منه خلق الربكة من جانب آخر في المجتمع العراقي، ألا وهو الجانب الصحي. حينما يتم اغتيال العقول في ديالة هذا الأمر خطير جدا. حينما نتحدث مثلا على سبيل المثال عن بعض الشخصيات الذين اغتيلوا في ديالة، نحن نتحدث مثلا عن الدكتور علي المهداوي رحمه الله، وهو كان من الشخصيات النبيلة في محافظة ديالة، وقد اغتيل في داخل احدى يعني في داخل وزارة الصحة العراقية، دخل الى الوزارة ولم يخرج منها حتى اليوم. ايضا نتحدث عن الدكتور هيثم عبد اللطيف، ونتحدث ايضا عن الدكتور محمود عباس مدير مستشفى الرازي الذي اغتيل ايضا في ظروف غامضة. وبالتالي نحن نتحدث عن عشرات الكفاءات الطبية من الأطباء والصيادلة والمضمدين الذين اغتيلوا في ديالة، وكأنها مؤامرة لضرب المجتمع في ديالة. أي مدينة عراقية يتم استهداف فيها الكفاءات الطبية هي ضرب لعموم المواطنين المحتاجين لهذه العقول. وبالتالي أتصور من يضرب يغتال التدريس في الجامعة يغتال الطلبة، من يغتال الطبيب يغتال المرضى، من يغتال يعني العقول في أي قطاع من القطاعات يغتال من يستفيدون منه. وبالتالي نحن أمام مؤامرات مدروسة، يعرفون لماذا يقتلون سين ولماذا يقتلون صاد. وبالتالي هذا المخطط خطير لأنه مدروس وليس مخططا عبثيا. نعم سيد محمود الجاف، إنه مخطط لاستهداف المجتمع العراقي، طبعا الأطباء والأكاديميون والعلماء ومن اجتهد وتعب على نفسه ليكون نواة للمجتمع من أجل التطوير، من أجل النهضة، من أجل الصحة. يعني عندما يستهدف الطبيب ويقتل فالمقصود هو قتل المجتمع، لأن هذا الطبيب هو يساعد الأفراد، يساعد المجتمع على العلاج وتوفير بيئة صحية. كذلك استهداف هذا الطبيب وقتله يعني بالتالي تهديد لزملائه الأطباء بشكل غير مباشر، ولكي يدفعوا بهم إلى الهجرة من الديالة. بالتالي تحدث الدكتور جاسم أنه استهداف للمجتمع داخل الديالة. كيف تنظر إلى ملابسات اغتيال الدكتور أحمد طلال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لك والضيوف الكرام والاخوات والاخوه المشاهدين وبعض. حياك الله. الحقيقه الاغتيالات اللي جرت في العراق تختلف عن سابقتها، التصفيات والتدمير شمل كل شيء، احدها الجسديه.
وطبعا الدينية والأخلاقية، طبعا الدينية وهي الأهم، والأخلاقية والعلمية والثقافية والاجتماعية، قتلوا القيم والمبادئ والحضارة والماضي والحاضر، بل قتلوا حتى الأحلام. كل هذه تؤدي إلى موت الإنسان، وليست تصفية جسدية فقط، شيئا فشيئا حتى وإن كان على قيد الحياة. وهذه جرائمهم هي ليست بجديدة الحقيقة، لأنها بدأت منذ جدهم كورش وصولا إلى الحسن الصباح وفرقة الحشاشين اللي استمرت حتى الآن، ومع الأسف في غفلة من حكامنا الجهلة الذين غيبت عقولهم العرش والكروش والسفاح والغواني الملح. القتل والتهديد بدأ بالمراجع، عندما قتل أخوي في بداية الاحتلال لو تذكرون، والحكيم وغيره وغيره، وطال حتى رئيس الوزراء اللي هددوه بالقتل ونفذوها بطيارة مسيرة ثم هددوه بقطع حتى أذنيه لو تذكرون. وشيوخ العشائر، وإحنا في ديالة الحقيقة فقدنا أعداد كبيرة جدا من شيوخ العشائر، ويعني هذه تحتاج إلى حلقة خاصة حول هالموضوع. ونهر ديالة حتى اللحظة يعني ما كنا نعرفها كنا، وأهل ديالة كنا يعرفوها، يعني بعض المناطق لو تجي حاليا منظمات وتفتش تقطع المي وتفتش راح تلقي هواية جثث موجودة لحد الآن، وموجودة جثث في كل شيء، شيوخ العشائر والقضاة والعلماء والقادة السياسيين والعسكريين والأمنيين السابقين والحاليين، الأطباء المهندسين الطيارين أساتذة الجامعات والمعاهد والمدارس والموظفين والطلبة والعمال. تخيل في معقوبة في الحي الصناعي بمعقوبة قتلوا اثنين أصدقاء من الطفولة يعملون سوية، واحد يبيع براغي والآخر يبيع مسامير، فاتحين محل واحد سوى من أهل المنجرة الله يرحمهم في معقوبة. حتى العاملين بتصليح السيارات والحرفيين الموت طال كل ما فوق الأرض وتحته، والغاية هي جدا واضحة الحقيقة، الغاية أنه يبدلون هذا المجتمع والشعب بأكمله. هذا المجتمع يجب أن يبدل، لأنه العراق يعني منذ فجر التاريخ مستهدف وليس الأمر بجديد. وإذا أنت تلاحظوا كل الكرة الأرضية تدري يعني بدأ تدمير الأمة العربية من جميع النواحي، بدأ بعد للأسف احتلال العراق. هذه الجرائم وهذا اللي حكامة معلش. أستاذ محمود، هذه الجرائم ليست بجديدة، بدأت بعد العام 2003 وإلى الآن مسلسل الاستهداف سواء العراقيين بشكل عام أو بشكل خاص النخب والكفاءات. هنا دور العشائر في محاولات إيقاف هذا المسلسل، مسلسل القتل والاغتيال المستمرة إلى الآن، كيف تصفها لنا؟ الحقيقة ما تقدر لأسباب عديدة، لأنه إحنا ما مسموح لنا نسلح أولاً. وبالمناسبة هسه أنت تشوف أحياناً تصير تظاهرات أو حركات أو بعض العشائر تسير وتقطع طريق مثلاً، هذه العشائر الشيعية فقط والموالية لهم، أما العشائر السنية أتحدث مين يشيلون السلاح من السنة ويطلعون بالشارع، عدا بعض اللي منتسبين للأجهزة الأمنية. وإحنا لما تشيل أنت تسلح وتشيل سلاح وتطلع تواجه الدولة وحتى تتظاهر يعني تحمل مظاهر مسلحة للتظاهرات، رأسا ما تشوف إلا حتى قوات التحالف طائراتها فوقك. وصارت ويانا إحنا بديالة، إحنا الميليشيات جتت تضرب مسجد الشابندر في بعقوبة كان يوم جمعة، ولما شلنا الأسلحة وطلعنا حتى نواجههم حتى نحمي المصلين الموجودين بصلاة الجمعة، السمتيات جتت فوقنا وقتلت أكثر من 15 شخص في حينها. ليش باقي الجهات من تحمل السلاح ما حد يحكيهم؟ الأمر مبيت ومخطط له ومدروس بعناية، وقت تخادم واسع وكبير وواضح جدا الحقيقة. والجهة المستهدفة أيضا واضحة إلى درجة. نعم دكتور جاسم، الأمر مبين. نعم ابقى معي لو سمحت أستاذ محمود الجاف، سوف أعود إليك. دكتور جاسم، الجرائم تتوالى وتتسع دائرتها بشكل مجازر، يعني لربما ليست الأخيرة هي ما حصل في الجيالية. يعني هذه المجازر الكثير من المراقبين يرون أنها ضمن مسلسل لا ينتهي من أجل تقوية وترسيخ النفوذ، سواء كان هذا النفوذ ذو تأثير سياسي أو اقتصادي، تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. هذا الأمر أيضا نوه له وذكره الدكتور مثنى حارث الضاري في حوار مع موقع عربي بوست، وذكر أن الميليشيات تتقوى، ترتكب مجازر، تتقوى بالسلطة، تتقوى بالسلاح المنفلت. تداعيات هذا الأمر ربما يتجاوز ديالة، يتجاوز المدن العراقية الأخرى، ولكن لماذا تحديدا التركيز على ديالة؟ أولا يعني ما هو دور أي حكومة في أي مجتمع من المجتمعات، أي دولة من الدولات من الدول؟ يعني الحكومة هي جهة تنفيذية، يعني واجبها تطبيق القانون، وعليه حينما أي حكومة تنظر لأي حالة من الحالات بأكثر من منظار، هنا يكون نقطة السقوط والانهيار لهذه الحكومة. يفترض أن يكون واجب الحكومة هو النظر
لكل مواطن على أن له حقوق وعليه واجبات. طيب. حينما يكون الكيل بمكيالين على أي حالة من الحالات هنا تكون الإشكالية الكبرى. وبالتالي حينما يكون يعني نتحدث مثلا عن الحالة العراقية، لدينا قائد عام للقوات المسلحة هو رئيس وزراء، ولدينا وزارة الدفاع، لدينا وزارة الداخلية، ولدينا يعني الأمن الوطني، يفترض أن تكون هذه هي الجهات الرسمية الماسكة للأرض. لنأخذ على سبيل المثال ما جرى يوم أمس في المطعم التركي ببغداد. حاولت يعني جهات أمنية رسمية السيطرة على هذا المطعم، ورأينا أن سرايا السلام في بيان رسمي وعلني وصريح وبدون أي لبس وغموض قالوا أن المطعم التركي ضمن سيطرة سرايا السلام، ولا يحق لأي طرف أن يكون في هذا المطعم. تخيل معي من الذي يقود الحالة في منطقة مهمة وحيوية في بغداد وهي ساحة التحرير؟ هل هي الحكومة أم سرايا السلام؟ لنأخذ هذه الحالة الخطيرة ونأخذها على بقية المدن البعيدة عن أضواء. نحن نتحدث عن مركز مهم في العاصمة العراقية وهي ساحة التحرير. كيف يكون الحال في القرى؟ تخيل معي مجموعة من الفلاحين كانوا في أرض زراعية وإذا بمجموعة مسلحة مكشوفة وجوه وتطلق النار على من كانوا في الأرض من الرجال والنساء والأطفال، وأحدهم كان مختطف قبل يوم وقد نحر نحرا واتصل بالطرف الآخر وقالوا أن فلان موجود لدينا وهو على قيد حياة، وفي اليوم التالي وجدوه يعني مذبوحا في أحدى الجداول في المناطق الزراعية. من أعطى هؤلاء هذه الجرأة على الدولة بين هلالين؟ يعني يفترض أن تكون للدولة هيبة. أنا أتكلم هنا بمنظور عام وليس عن الحالة العراقية، أنا أتكلم أي دولة من الدول يفترض أن يكون لها هيبة. حينما تفقد هيبة الأجهزة الأمنية هنا تكون إشكالية الكبيرة. حدثني أحد الأصدقاء أن بعض الضباط في يعني ديالة قالوا نحن نعرف الجنات ولكن لا نستطيع أن يعني نلقي القبض عليهم لأنهم ضمن خطوط الحمراء. ولكن اليوم قيل أنه تم اعتقال 7 من الجنات وهنالك مجموعة أخرى من يعني الذين لم يلقى القبض عليهم حتى الآن. القضية يفترض أن يتم لجم الميليشيات. كل قوة هنا أنا أتحدث بالعموم ولا أتحدث عن موقفنا من العملية السياسية، أنا أتحدث عن كيفية نشر الأمن في الحالة العراقية على اعتبار أن الذي يهمنا هو المجتمع العراقي. يفترض أي سلاح خارج إطار الدولة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية أن يتم حصره بيد الدولة، وهذا الأمر غير موجود اليوم، وعليه هنالك خلل في كيفية ضبط السلاح بيد الدولة. من الذي يتحكم في موضوع السلاح وجعله دائما مستمرا على هذا النحو منفلتا بحيث أن تكون هناك دولة ببطن دولة لا تستطيع التحكم بهذه الميليشيات؟ يعني على سبيل المثال هادي العامري ذكر في مناسبة خطيرة وهو كان استعراض للحشد الشعبي قال نحن نزود الجيش العراقي بالأسلحة، وهذا يعني أن الحشد يمتلك أسلحة أكثر أو أقوى أو أكثر تطورا من الجيش العراقي. إذا كان الحشد أقوى من الجيش العراقي لماذا تنفق هذه ينفق ثلث الميزانية العراقية الضخمة على جيش الحشد الشعبي هو أقوى منه؟ بالضبط. لماذا لا يسعون إلى بناء الدولة العراقية؟ نحن نتحدث عن يعني كيفية إسكات الآخرين. يعني القوى المعارضة لو كانت ترى في الحكومة الموجودة في العراق أنها حكومة وطنية وأنها حكومة تعمل بإخلاص العراق وأنها حصرت السلاح بيد الدولة وأنها قادرة على لجم الميليشيات وأنها قادرة على
نشر الأمن وأنها لا تفرق بين المواطنين، لا أعتقد أن عاقلا يمكن أن يتكلم بالضد من حالة إيجابية موجودة. الحالة إيجابية لا يمكن لأي عاقل أن يصفها بأنها حالة سلبية، لكن هم لا يريدون بناء الدولة. أخذوا الوقت الكافي منذ عام 2004 و2005 منذ الانتخابات الأولى وحتى اليوم، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من بناء الدولة. قبل يومين محمود المشهداني قال حكومة محمد الشياع السوداني هي الطلقة الأخيرة في الشاجور بندقية العملية السياسية في العراق. هذا يعني هم يعلمون جيدا أن الغضب العراقي الشعبي وصل إلى مراحل متقدمة، وبالتالي يفترض بهم أن يعوا حقيقة كبرى أنهم لم ينجحوا في بناء العملية في بناء العراق عبر العملية السياسية، وهذا حقيقة لا يتفق لا مع السياسة ولا مع العقل ولا مع المنطق ولا مع الدين ولا مع أي فكر إنساني نظيف. أين دوركم يا من استلمتم الحكم في العراق منذ عام 2003 أو منذ عام 2005 وحتى اليوم؟ أين دوركم؟ ما الذي قدمتموه للعراق؟ أنتم بينكم وفيما بينكم تقولون أن فلان فاشل وأن فلان فاسد وأن فلان قاتل وأن فلان مرتشي وأن فلان كذا وكذا. لماذا لا يتم تطبيق القانون؟ الديمقراطية لا تعني التسيب. الديمقراطية يفترض أن يكون معها قبضة حديدية أن تطبق القانون، القانون الذي ينصف الضعيف من القوي، يعني الذي لا يملك عشيرة كبيرة من الذي يملك عشيرة كبيرة، وبالتالي لا نريد العودة بالعراق إلى القرون الوسطى كما قالت واشنطن. نعم دكتور. أستاذ محمود الجاف، وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني له تصريح يقول بأن المحافظات المحاذية لإيران أو الحدود الإيرانية تشكل خطرا وتهديدا على إيران، وصف هذا التهديد بأنه تهديد إرهابي. دكتور جاسم يتحدث يقول بأنه لا يراد للعراق أن ينهض، وكما هو معلوم النهضة دائما حتى على لسان العلماء والمفكرين تكون بيد النواة. النواة هم من النوعية من الناس، الأكاديميين، العلماء، المثقفين، الأدباء، الأطباء إلى آخره. عندما يتم ضرب مفاصل مهمة جدا ونوعية في البشر بالنسبة للعراق، هل تعتقد بأن للدولة الجارة إيران التي يتهمها الكثير من المراقبين بأنها هي من تدعم الميليشيات التي تحقق مكاسب سياسية واقتصادية لصالحها، إلى أي مدى تعتقد أنها هي من تحمي هؤلاء القتلة بحيث لا يستطيع أي فرد أو أي عنصر أو أي مفصل في الدولة أن يقف أمامها؟ في الحقيقة أنا لا أعتقد، بل متأكد انها هي التي تدعم وتنفذ ايضا. وكل الاذرع اللي دخلت في العراق، وهذه في حد مقالاتي كتبت عنوان اخطبوط الموت وامام الشياطين. النظام الفارسي، النظام الايراني الصفوي الحالي، طبعا هو لا ديني بالمناسبه، ما له كل علاقه بالاسلام. النظام الصفوي الحالي يعمل بطريقه الاخطبوط، يمد اذرع كثيره، ولما تتوقف عند احد الاذرع راسا يعمل الذراع الاخر، وللأسف يقدم الورود في ذراع وفي الأخرى الخنجر المسموم. شوف هو شي فرح، شوف شلون يعملون، يعني بالطريقة للأسف شيطانية، لأنهم فعلا والله العظيم، يعني أنا تصوري أنهم جند الأعور الدجال، والله أعلم هم فعلا جند الأعور الدجال. شوف هو يقول إحنا نشكل المحافظات العراقية تشكل خطر علينا، يعني وكأنما يطلع نفسه بريء، ويبدو أنه المثل اللي يقول اقتل القتيل يمشي بجنازته يعني ينطبق عليهم فعلا. هم اللي يقتلونه ويذبحونه ودمروا كل شيء في بلدنا علنا وفي وضح النهار وامام مرأة ومسمع كل الكره الارضيه، وهو نطلع احنا المشكلين تهديد عليه. تخيل رغم يعني وضوح كل العمليه وكل الجرائم اللي تحدث. اخي العزيز، كل من قاتل ايران يعرفها زين. ترى ايران بالمناسبه نمر من الورق، هي مجرد بالون فارغ، لكن هم يعرفون شلون يستخدمون الاعلام والاكاذيب بشكل جدا ناجح. احنا من اللي شاركوا، احنا اني احمد الله وشكرا اللي شاركنا بالقتال حاربنا وياهم.
بحرب الثماني سنوات، وشفناهم بعيننا. هم يجون اعداد رهيبه مخيفه جدا، اعداد خياليه، لكن من يبدي اطلاق النار، وكلكم تتذكرون يمكن اللي الكبار شافوها يعني وسمعوا بها، كان يجي اللواء المدرع العاشر مثلا يطارد له فرقه باكملها تنهزم من عنده، وما تسمى الفرقه الذهبيه في حينها، فكيف اذا بشكل منفرد؟ لهذا هم يريدون يقتلونه، لانه يدرون بنا هسه احنا مقيدين، وهذا القيد للاسف صار وتقيدنا احنا بالاتفاق مع الصليبيه، مع القوى الصليبيه المتعاونه وياهم، وهو هذا ديدنهم على مر التاريخ منذ عهد كورش. هم هذا الثلاثي الصليبي اليهودي الصفوي منذ بدء التاريخ للاسف مستهدفينا، لكن العتب والله مو عليهم، علينا احنا وعلى قادتنا مع الاسف اللي نايمين في سبات عميق وعظيم، ولكن وصلوا لهم، هم حاليا راح يوصلون الى عروشهم والله كريم. المشكله بينا اخي مو بهم، هم مو رجال قتال حقيقيين، لكن قلت لك مثل ما قلت لك قيودنا احنا المقيدين بها الان، والعزله وعدم حملنا للسلاح وعدم امكانيه الوصول الى الاسلحه حاليا، ووضعنا الحالي الدولي او الاقليمي او حتى على مستوى البلد هو اللي خلاهم يتسيدون علينا، والا ذولا والله جندي واحد كان يحوز له الف، وكل اللي شاركوا بالحرب وياهم وقاتلوهم يعرفون زين. نعم استاذ محمود، سأعود اليكم مره اخرى. دكتور جاسم، طبعا انتشار المخدرات، انفلات السلاح في داخل أوساط المؤسسة التي تسمى بالمؤسسة العسكرية، طبعا هذا بحسب الشهود العيان من داخل ديالة، هذا الأمر ما مدى تأثيره بالمستقبل على المشهد في العراق، وخاصة أن لتأثيراتها السلبية حدود يعني مفتوحة، تأثيراتها سلبية كبيرة جدا على المجتمع العراقي. يعني هنا مثلا إيرادات دول إقليمية ممكن أن تنفذ بسهولة مع غياب العقول المنفذة لعمليات الاغتيال والقتل. يعني نرجع ونقول أنه الخلل هو في القبضة الحديدية التي يفترض أن تطبق يعني في مفاصل الدولة. لا يمكن، هنالك مثل يضرب ويقاس على الدول، انه من امن العقاب من امن العقاب اساء الادب. نعم. الموظف الذي يامن عقاب ياخذ الرشوه. العسكري الذي يامن عقاب ممكن ان يتعسف في استخدام سلطته. ما موجود هو في العراق الان تغييب القضاء العادل ونشر المخدرات. نعم. وبالتالي حينما يكون هذا الامر يعني ضمن نظريه يعني امانه عقاب، هذا الذي ينتج هذه الأمور. مثلا قبل أيام عسكري في منطقة اليوسفية يعني مخمور وقتل ابن شيخ العشيرة في تلك المنطقة. تخيل عسكري في منطقة يفترض أن يكون على أعلى درجات الوعي، على اعتبار أنه عسكري ويفترض هو في نقطة حماية ويراقب المنطقة، ربما هنالك عدو، يعني هذا الواجب العسكري. وتخيل هذا العسكري مخمور أو متعاطي لمخدرات، كيف يمكن أن يؤدي واجبه؟ وبالتالي القضية قضية العودة إلى المربع الأول. المربع الأول هو يفترض أن يطبق القانون. القانون اليوم يطبق على فئات يعني غير مؤثرة، مثلا مرتشي بمئة ألف دينار. نعم. ربما هي أقل من يعني قرابة 60 دولار. هذا المرتشي يحكم عليه بالسجن 7 سنوات. نعم. أما نور الحيتان موجودة، زهير نور. نعم. أو نور زهير. حتى الآن هو حر طليق. ولم يعد إلى المعتقل على الرغم أنه قيل أنها سرقة القرن. نعم. وكذلك الحال مع يعني الكثير من الفيديوهات التي ظهرت وكان فيها بعض العسكريين الذين يقتلون المدنيين بوجوه مكشوفة. لا يمكن يعني حتى لو كان هؤلاء من الإرهابيين يفترض أن يتم تقديمهم إلى العدالة، والقضاء هو الذي يحكم بإعدام هؤلاء. أما الإعدامات الميدانية هذا الأمر ليس من ضمن أدبيات الحروب. يفترض في الحروب، ونحن هنا لا نتحدث عن حروب بين دولتين، وإنما نتحدث عن إشكالية داخل العراق، وعليه حينما تكون القوة
المالكة للسلاح تقتل الناس بمزاجية العسكري الحامل للسلاح، هنا تكون فوضى، هنا تكون الثارات العشائرية، هنا تكون المزاج الشخصي يدخل في كون هذا متهم وهذا بريء. إذن يفترض أولا أن تكون رقابة على كل الموظفين في الدولة العراقية، يعني هنالك في كل دولة من الدول هنالك دوائر رقابية، نعم. الدوائر المدنية والدوائر العسكرية. وثانيا يتم تطبيق القانون بلا مزاجية دون أن يكون فلان فوق القانون وفلان يطبق، ولكن أصبح القانون في العراق، القانون في العراق هو موجود ولكنه تحت مسمى قانون. أنا أتحدث بالحالة التي يفترض أن تكون، أما الحالة العراقية وهذا ما سنتحدث عنه، مع الأسف لدينا نوع من المزاجية في تطبيق القانون على الرشاوة وعلى الفاسدين. لماذا لا نقول دكتور أن القانون موجود في العراق ولكن يتسيده الميليشيات التي تقوم بترسيخ النفوذ وتحصيل المكاسب السياسية والاقتصادية، وخاصة في هذه المناطق، في ديالة، في مناطق حزام بغداد، في الموصل، المناطق التي ممكن فيها أن تحصل على الإتاوات وعلى تمويل نفسها بنفسها؟ هذا كلام صحيح، لكن بالمقابل يعني صح أن الميليشيات هي متغولة وصحيح أن الميليشيات تملك السلاح، لكن بالمقابل تخيل معي أن مجموعة مسلحة في حي من الأحياء تفرض أتاوات على أبناء الحي الذين هم قرابة مثلا 1000 بيت في هذا الحي، نعم. تخيل معي لو أن كل هذا 1000 بيت من كل بيت شخص واحد، هذا يكون لدينا 1000 شخص، ويخرج هؤلاء 1000 شخص في مظاهرة ضد هؤلاء 5، هل تتصور أن الحكومة المحلية ستسكت؟ الحكومة المحلية حينها ستضطر على الأقل إلى إيقاف تغول هذه المجموعة التي تبتز المواطنين. لدينا إشكالية كبرى، هذه الإشكالية تتمثل في كون الغالبية العظمى من المواطنين سواء في مراجعته للدوائر أو في معاملاته الاقتصادية والتجارية وغيرها رضي لنفسه أن يدفع الرشوة، أن رضي لنفسه أن يبتز في المعتقلات في كل مكان. ربما هنالك من يقول هو مضطر، هنالك درجات في الاضطرار، هنالك درجة قصوى وهنالك درجة بسيطة. نحن اليوم نشاهد حتى في الدرجات البسيطة هنالك رضوخ وقبول ودفع للرشوة وربما أكثر من المطلوب، وهذا يؤكد أن حالة الرخاوة في المجتمع العراقي أو حالة الارتخاء أو الرضا أو السكون هي سبب في استمرار الحالة، استفحال عمليات الانتهاكات، استمرار حالة غير الصحية في العراق. يفترض بالعراقيين أن يكون لهم دور على الأقل سلمي مدني رافض للحالة غير الصحية، أما السكوت والخنوع والرضا بالخطأ هذا سيجعل الطرف الآخر يتغول، طالما أن فرعون لم يجد من يقول له يعني أنك فرعون. وبالتالي أتصور أنه الحالة الفرعونية الشعوب هي التي تصنع الفراعنة، يفترض بالشعوب أن تعي أن دورها وقوتها أكبر من قوة أي قوة حاكمة، أما الخضوع والخنوع فهو الذي يقود إلى هذه الحالة، ومنها الحالة السلبية القائمة في العراق. رأينا كيف أن العراقيين لم يقفوا مع ثورة تشرين، وكانت ثورة تشرين ثورة ضخمة وكبيرة واستطاعت أن يعني تؤتي بعض الثمار، لكن لم تجد لها الدعم الشعبي. المظاهرات في المدن 6 المنتفضة أيضا كانت وحيدة ولم تجد صدى لها في المحافظات الأخرى. هذا حالة عدم التلاحم الشعبي أدت إلى لعب القوة، غالبية القوة الحاكمة على وتر الطائفية وعلى محاولة تقسيم المجتمع العراقي إلى مجتمع سني شيعي عرب غير عرب، مجتمع إرهابي، مجتمع مسالم، مجتمع كذا، هذه الحالة هو لعب على الأوتار التي تديم بقاء هؤلاء في السلطة إلى أكبر قدر ممكن. يفترض
بالشعب العراقي أن يكون له موقف. وأنا ذكرت من هنا في أكثر من مناسبة يفترض بالمواطن أن لا يدفع الرشوة لموظف، يفترض بالعسكري بالمواطن أن لا يخنع للعسكري الذي يهينه بلا سبب أو حتى بسبب، لا يحق لعسكري أن يهين مواطنين في الشوارع لأنه لا يملك هذه السلطة. يملك سلطة تطبيق القانون، تطبيق القانون أنني إذا كنت من المطلوبين يمكنك أن تعتقلني، أما إن لم أكن من المطلوبين فلا يحق لك أن تعتدي علي. هذه الحالة حينما تجد القوى المدنية والقوى العسكرية من يقف بوجهها، ستجد هذه القوى نفسها مضطرة إلى احترام الطرف الآخر. وهذا موجود في دولة المؤسسات التي ممكن أن يطبق فيها القانون. دكتور اسمح لي فقط أن ننتقل للأستاذ محمود الجاف. أستاذ محمود، هناك خطوات أولى طالب هيئة انتداب محامي ديالى الحكومة بالعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها الكفاءات العلمية والأطباء في المحافظة. هناك وقفات كثيرة للعراقيين تريد الإسناد من أجل الديمومة ومن أجل البقاء وإحداث التأثير الإيجابي بإيقاف هذه الانتهاكات. أستاذ محمود، كمثال ضرب لنا الدكتور جاسم ثورة تشرين وما أحدثته وما أوقعته في العراق من تأثير، التي لم تجد الدعم الكافي الشعبي من الداخل من أجل أن تستمر. هنا هذه الوقفات الاحتجاجية للأطباء وللصيادلة وكذلك للمحامين، ما نوعية الدعم المطلوب داخليا من وجهة نظرك لكي تؤتي ثمارها بإيقاف هذه الانتهاكات ضد الكفاءات العلمية في العراق؟ أم أن الأمر يتطلب تدخلا يعني من محامين دوليين لإحداث تأثير أكبر؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ في الحقيقة أولا علينا أن نفهم أن الأمر، أن القتل، نوع القتل والجرائم هذه هي دينية وليست سياسية ولا جنائية. هذا موضوع جدا مهم، فهم يتقربون إلى ربهم بالأعور الدجال والله أعلم بتصفيتنا، وهذا الأمر معلن ترى. يعني هسه حاليا تقدر تجيب كتبهم موجود حاليا، وهم يقولوا علنا ماذا سيحصل للعرب عندما يخرج مهديهم المزعوم في دينهم، وكذلك ما سيجري. طيب لو سمحت أستاذ محمود، يعني أنا سألتك، يعني هل الأمر هنا الأطباء خرجوا في تظاهرات واحتجاجات وإضرار وكذلك الصيادلة والمحامين في ديالة، هل هذا كاف أم أن هناك ربما تدخلا دوليا لكي يدوم هذا التأثير أو يعني يقع تأثير أكبر؟ نحتاج إلى تدخل عربي وإسلامي أولا، تدخل حقيقي عربي وإسلامي، لأنه برأيي الحقيقة هم يعني قادة الأمتين العربية والإسلامية موالين لهم، بدليل شوف الزيارات والروحة والجاية والاستضافات وغيرها. هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى وقفة دولية حقيقية، وقفة من أحرار العالم. والحقيقة أنا يعني من خلالك، من خلال منبركم والإعلام بشكل عام، سواء الكتاب أو الفضائيات وغيرها، احنا عندنا مشكلة للأسف لحد الآن يمكن ما يعني نعطيها الأهمية، وهي أنه احنا كنا نحكي وننشر باللغة العربية، لكن المفروض، وهذه أرجو أن يعني تأخذ صداها من الأهمية، أن يتم الكلام الحديث بكل اللغات العالمية، الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. احنا بحاجة إلى أن نوصل ما يحدث بينا، صور الإجرام اللي تحصل على مجتمعنا وشعوبنا إلى كل أحرار العالم، حتى نحصل على ضغط رأي عام عالمي ودولي من أحرار العالم وليس من مواليهم. لأنه إحنا دا نحكي باللغة العربية، الكتاب يحكون باللغة العربية، الكل تنشر باللغة العربية، وبالنتيجة الوطن العربي والعالم الإسلامي ترى كله حفظهم هالشغلات تمام. ولهذا إحنا ما نلقي الصدى المطلوب. هل بعيدة يعني أمريكا التي احتلت العراق وقدمت هؤلاء، قدمت نظام محاصصة كان من نتائجه ما يجري الآن في ديالى وباقي مدن العراق، هل تعتقد أن أمريكا والمجتمع الدولي الذي ساندها في تدمير العراق يخفى عنهم، ونحن في زمن الإعلام المفتوح والفضاءات المفتوحة يخفي عنهم ما يجري في العراق وكل شيء مثبت وموثق؟ على الحكومة لا يخفى، وبالعكس هي هذا اللي تريده، هو هذا الواجب اللي جاء بهم من أجله. لكن أنا ما أقصد أن نسمع الحكومات الأمريكية أو البريطانية أو الغربية، أنا اللي أقصد أن نسمع الأحرار في العالم، وأنت تعرف ترى شعوبهم بيها ناس أحرار، بدليل الوقفة اللي صارت في بريطانيا وغيرها بالغرب قبل الاحتلال، ضد احتلال العراق، المظاهرات المليونية اللي طلعت. فإحنا مطلوب من عندنا أن ننادي في كل اللغات
يعني نوجه الاعلام بهذا الاتجاه حتى كل احرار العالم يفهمون اللي بيصير بينا، حتى نحصل على ضغط راي عام عالمي وليس عربي فقط واسلامي. نعم، شكرا استاذ محمود. دكتور جاسم، هل من الممكن ان يكون هناك صدى يلقى اذان صاغيه وتاثير فاعل للمجتمع الدولي على نطاق المحامين، على نطاق القانون الدولي، المتخصصين الذين يمكن ان يوصلوا الصورة والصوت والوثائق عن ما يجري في العراق من عمليات اغتيالات في وضح النهار؟ أنا أعتقد أنه كل شيء ممكن حينما نتخلص من الازدواجية. يعني علي الوردي حينما تكلم عن ازدواجية الفرد العراقي، حقيقة هذا الرجل رغم اختلافي معه في بعض النقاط في نظرياته المجتمعية، لكن هذا الرجل لديه بعد نظر كبير حينما يتحدث عن ازدواجية المواطن العراقي. عراقي يسب واشنطن، يسب أمريكا ويلعنها ويذهب لجوء إلى أمريكا مثلا. عراقي يلعن بريطانيا ويسب بريطانيا على أنها جزء من احتلال الأمريكي للعراق وشارك في تدمير العراق ويذهب لجوء إلى بريطانيا وهكذا يعني دواليك. وبالتالي يعني هذه الازدواجية لا يمكن معها أن نبني الوطن. أنت إما أن تكون مع الوطن. طيب دكتور، اسمح لي في هذه أن أسألك في هذه سؤالا. تمام. على سبيل المثال، مثلا الكثير من الدول تعرضت إلى حروب طاحنة ساحقة ماحقة كألمانيا كاليابان، ولكن لم يحصل في اليابان وألمانيا مثل ما جرى للعراق. لماذا؟ اسمح لي فقط أن أكمل. في العراق منذ بدايات الاحتلال قاموا بقتل العقول واستئصال العقول. هذه العقول هي التي توجه المجتمع، هي التي تبنيه، وبالتالي اليابان لم يجري فيها تصفية عقول مثل ما جرى في العراق وكذلك في ألمانيا. من قال؟ الكتب والأخبار والتحليلات والتاريخ. أستاذ، ما جرى في العراق جرى في أي بلد وقعت عليه كوارث حروب، وبالتالي هنالك بلدان، ألمانيا على سبيل المثال كان للنساء دور كبير في إعادة بناء ألمانيا. لم تفكر هذه الشعوب في هجران بلدها من أجل أن يعني تتخلص بذاتها وتقول أنا والبقية في الطوفان. نعم. هذه الحالة يا أستاذ أنا أتكلم بألم ومرارة، وأنا دائما أدعو يعني إلى العمل من داخل العراق إن توفرت الظروف الأمنية والموضوعية الكافية للعمل من داخل. وذكرت من هنا في أكثر من مرة أن لا من الداخل تعدل ألف لا من الخارج، وعليه يفترض أن نعود إلى اللبنة الأولى لمجتمعاتنا اللي هي العائلة أسرة، وأن نبين في داخلنا يعني راعي الأسرة أن يبين لأبنائه نقاط الخلل والقوة في المجتمع. هذا الفرد هو جزء من عشيرة، شيخ العشيرة يفترض به أن يبين لأفراد عشيرته نقاط القوة والخلل، وأن يدعوهم إلى أن يبتعدوا عن نقاط الخلل وأن يشجعوا نقاط القوة. وبالتالي هنا يتطلب 40 عام. نعم. لماذا 40 عام؟ الأمم تنهض ربما ب5 سنوات، ولذلك هنالك الخطة 50. وبالتالي يفترض لا نضع العراقيل مقدما. أنا أعتقد أن الشعب العراقي شعب واعي، شعب مثقف، شعب عريق، يمكن أن ينهض إن كانت هنالك حالة من التلاحم المجتمعي. هذه الحالة اليوم مع الأسف غير موجودة. يفترض أن يعني نسعى ثانية، يعني لنفترض أننا فشلنا، لنعود ثانية من الآن، وأن نعود من البيت، من القرية، من المحلة، من الناحية، من القضاء، من الناحية إلى المدينة، ونعيد بناء المنظومة الصحيحة بعيدا عن الموقف من الحكومة. الحكومة حينما رأت أن أطباء ديالة يعني أغلقوا عياداتهم، وأن الصيدليات في ديالة أغلقت عياداتها، وأن المستشفيات في ديالة يعني عزفت عن إجراء العمليات الصغرى، فقط العمليات الاضطرارية، اضطرت الحكومة أن ترسل وزير الصحة لإقناع الأطباء للعودة إلى العمل، وقد عادوا. يعني هم أنا مع عودتهم لأن الناس محتاجين لهم، وهذا موقفهم على الرغم من أنه يحملون أكفانهم. نعم، يعني على الرغم من أن موقفهم استمر ل 48 ساعة، لكنه موقف
يحسب لهم. وعليه أنا أعتقد حينما تكون مثل هذه المواقف السلمية الضاغطة، نحن لا ندعو إلى حمل السلاح على اعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن دائرة إرهاب اليوم في العراق وربما تكون فيه دماء، إنما ندعو إلى الحلول السلمية، وربما من ضمنها يعني الدعوة إلى العصيان المدني، الدعوة إلى يعني العمل المدني ضمن المناطق، ضمن القرية، ضمن الناحية، وبالتالي كل هذه النقاط ستكون نقاط ضاغطة على الحكومة وعلى القوى المالكة للسلاح التي تستخف بدماء المواطنين. أما السكون سيدي كريم وأما الخنوع فلا يمكن أن يغير الحالة السلبية إلى حالة وردية. إن بقينا على هذا الحال فأنا أبشرك بأن الحالة العراقية ستبقى إلى 30 سنة قادمة على ما هم عليه، وأبناء أبناء هؤلاء السياسيين سيأتون بدلا عنهم في تسنم مناصب الحكم والدولة في العراق، ورأيت كيف أن أبنائهم أصبحوا مسؤولين في الدولة العراقية. إذن القوة الحقيقية هي بيد الشعب، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي. طيب. أما أن الشعب رضي بالخنوع ورضي بالموت ورضي بالمقابر النموذجية، فأعتقد أن هذا الشعب لا يريد الحياة. الشعب الذي يريد الحياة عليه أن يتمسك بالحياة، والتمسك بالحياة ليس بالأكل والشرب والنوم، وإنما التمسك بالحياة هو بالكرامة. الإنسان بلا كرامة وبلا قيمة لا يمكن أن يحسب على الإنسانية. هنالك فرق بين الكائنات الحية، الإنسان هو كائن حي، والحيوانات أجلكم الله أيضا كائنات حية، لكن الاختلاف ما بين الإنسان والحيوان أجلكم الله هو في التفكير وفي الكرامة وفي العزة. وهنالك الكثير من الحيوانات التي لا تقبل أن يعني يعتدى عليها، فكيف بالإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض؟ الخلافة في الأرض لا تعني أنك تكون خنوعا ذليلا قابلا بأن تهان في دارك وأن تقول هذا قدر الله. القدر يصنعه الإنسان، وإلا فهذا ظلم من الله للبشر، والله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم الناس، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. علينا أن نعمل من أجل استعادة الحياة للعراق. استعادة الحياة للعراق لا تكون إلا بالعدل وسعي المواطنين للحفاظ على كرامتهم. أما الركض وراء لقمة العيش دون التفكير بالكرامة، فأعتقد أن حينها باطن الأرض أولى لنا من ظاهرة. نعم، شكرا دكتور جاسم. أخيرا أستاذ محمود الجاف، كيف تنظر وفق هذه المعطيات إلى مستقبل محافظة ديالة؟ الحقيقة هاي الجرائم راح تستمر طالما الوضع الحالي، الوضع الشعبي والوضع الإقليمي والعربي الحالي باقي على حالة. وشفت أنت اليوم أمس البرلمان العربي كيف أعطى مصداقية لهذه الحكومة، وشون جو يشاركوا بالاجتماعات. هذه الحقيقة أشياء تدعمهم بدل ما توقفهم عند حدهم. راح تستمر الأمور هكذا طالما موجودة سلطة الميليشيات، طالما أذرع إيران متغلغلة بمجتمعنا، وطالما مجتمعنا بهذا الضعف اللي موجود حاليا. الحقيقة يرى الشاهد ما لا يرى الغائب، لهذا بعض الأمور اللي احنا نشوفها بالداخل ما يعني يبدو يصعب احنا نوصلها إلى الناس بالخارج حتى يفهمون وضع المجتمع العراقي الحالي. لأنه العراقي الآن ترى يا دوب قادر يعني يسيطر على حياته ويبقى على قيد الحياة، ولا هو ميت ويمشي على الأرض، جثث تمشي على الأرض. ناهيك عن أنه إحنا ما عندنا أي دعم لا سياسي ولا دولي ولا مادي ولا إعلامي ولا أي شيء، هي بس قناة الرافدين، طيب غيرها إذا أكو. الدول العربية أنا شخصيا قدمت إلى السودان مثلا أريد أطلع، طلبوا مني كفيل. تروح تركيا لازم تنطش 14 معاملة ومستمسكات يلا يسمحوا لك. شكرا الدول لك. الدول العربية تعرف ظرفها أنت وضعها، قبلة ورفحاء وفتحوا بالسعودية الرفحاء معسكرات. لكن انت سمعت فيديو قالوا العراقي اذا يحتاج خريطي، ومع ذلك انت تشوف وضعنا.
علينا. فالامر هو احنا هذا الشعب مستهدف، مستهدف دوليا واقليميا وعربيا للاسف وعالميا. لكن الامر لله اولا واخيرا، وابشر الجميع هذا الشعب ما يموت، كان موته كرش قبل، صدقني ما يموت. نعم شكرا لك. احنا الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. شكرا جزيلا الاستاذ محمود الجاف الكاتب والباحث السياسي. دكتور في اقل من نصف دقيقه لو سمحت بما تعلق. النصر له اسباب، النصر نعم. بحاجه الى صمود، النصر بحاجه الى بحث عن كرامه، النصر بحاجه الى حب للحياه، النصر بحاجه الى رفض الظلم، النصر بحاجه الى التمسك بالقيم الحقيقيه. اما الدعاء المجرد فهذا لا يتفق مع القيم الدينيه. الدعاء القول والفعل نعم. بلا عمل هو عجز، وبالتالي يفترض بنا العمل من أجل التغيير. أنا أعتقد أن الشعب العراقي من الشعوب الحرة، نعم. والأمل كبير في أن نرى الغد العراقي المشرق قريبا إن شاء الله. ونأمل بالأخيار من العراقيين حتى من العاملين في بعض مؤسسات الدولة أن يكونوا اللبنة للتغيير القادم. نحن ندعو الشرفاء يعني في كل مكان في العراق أن يكونوا داعمين لإخوانهم المظلومين، نعم. سواء من المعتقلين أو السجناء أو الذين أنزلت بحقهم عقوبات غير منصفة. نحن نعاني من ظلم كبير في السجون، نعاني من ظلم كبير في تمشية معاملات الناس. ندعو الأخيار في دوائر الدولة من العراقيين الشرفاء أن يكون دورهم شكرا جزيلا يعني دورهم دور إيجابي للتغيير المرتقب في العراق. شكرا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا للسيد محمود الجاف الكاتب والباحث السياسي ضيفي من ديالى في العراق. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.